اكبر المشاكل طرق الركوب له خطيه، مو مشكله عندهم، مشكله عندك لو تطبق طريقتهم تستمر تطلب هذا الطريقه هذه. الفراغ مثل شكل طريقه مبنيه على الفراغ، تعطي الانسان حق فعل ما يريد، يوجد فراغ معين وتستغل الفراغ لغرضك، يعني بطل تاثيران الى اخره. ثم تقدر الانسان خاصه بدون سرد ادوات عربي بمكان مفتوح، الهدف كله هو القضاء على الفراغ. انك اذا قضيت على الفراغ سحب، هذا مشكله طرق الركوب الاخرى، اذا سكرت الفراغ سحب كيف ارده؟ هنا بتسلك هذه اللعبه. هناك مشكلتك هناك هي ميزة هنا. هناك ما تسكر الفراغ، لأنك إذا سكرت الفراغ سحب، إذا سحب وعرف إنك مانع من السحب حاسك. هنا سكر الفراغ قد ما أعطاك عشان يسحب، إذا سحب تعلم إنك بتزلق له فتنتهي بك المطاف، تستغل سحبه عليه بدل ما يستغل هو سحبه عليك. ولكن متى يبين استغلال الحصان للفراغ بطرق الركوب الأخرى؟ عنده اختلاف. فحتى كانت الطريقة مبنية على الفراغ وانها ميزة في الطريقة لأغراض معينة، مهما كان حصانك اختلافه أقل من خيل أخرى بيجي وقت يختلف. فرضا خيل رعاة البقر لما يركب الحصان بدون لنجات لفترة ما اشتغل يختلف. حصان عسيف أول ركبة أول جودة يختلف. حصان قتال الثيران لما يركب مكان مغلق باستقامة بدون ما يركب عند الثيران ويعرف المطلوب منه بتكي ويحاول يندفع ويختلف. فلما في لغة الجسد أو في الجود أو في الركوب الحصان يختلف معك، بيصير واحد من اثنين، كلاهما أصلا من الثاني. الأول هو استغلال الفراغ، فما أحاول أخذ منك الفراغ بحدود الفراغ نفسه، أحاول أنطلق معك، يعني يحاول يقمص وإنه مرتخي، يحاول يروغ وإنه مرتخي يوقف على ذلك. النوع الثاني وهو من أسوأ الأنواع أيضا، طريقة إسبانية وغيرها خاصة الطرق الأوروبية اللي يعني شوي الفراغ فيها أقل، مو بس بيستغل الفراغ، مو بس بيسحب، يستطيع استغلال التذكية. تقول فضتك فبنتقل من تفضية وتذكية لكني أفضل التفضية إلى تفضية وتذكية لكني أفضل، هذا هنا بيد واحدة معني مرخي يعني من بجامع بالشكل المطلوب ينطبق عليه كلامي في المقطع. أنا ماسك اليد الآن بيدي اليمنى وديته يسار، راح بيني وبين السيارة كامل. الآن في ارتخاء إذا عديت اليوم أحط شبه مرتخي الناقة قد واحدة يساوي أنا أيمن وأصور، ولا استطاع يستغل الفراغ عليه زي ما يحصل في الطريقة الأمريكية الوقت الاختلاف، ولا استطاع يستغل التذكية عليه يعني تكة وانطلق أو اندفع. غير الاثنين اللي فضي زيادة أو اللي تكي زيادة لو ما كفى أنه يسوي اللي يبغاهم فضي أو يسوي اللي يبغاهم تكي معناته يكفي يسحب، وإذا سحبت ورطت أما أنك بتزلق يمكن تمانع من السحب فيحوسك أو انك تستمر مانع يحوسك اكثر. اذا عندما يقال الفراغ في طرق الركوب الاخرى ميزه لكن هنا عيب، يقصد ان ميزه بشكل عام في الطريقه ولكن لا يقصد انه يستمر ميزه حتى عند الاختلاف. عند الاختلاف اصلا طرق الركوب الاخرى عيبها هو انك عند الاختلاف تفقد التحكم، اذا عيبها انه في تحكم فعلي او حقيقي. عكس الطريقه هذه مبنيه على التحكم الفعلي الحقيقي اللي هو وقت الاختلاف. اذا عندما يقال الفراغ للحصان يقصد ان الفراغ للحصان، ونعم سيستغل الشيء ده على وقت الاختلاف، لكن شغلتي اني اقلل اختلافي معه عن طريق اني ما احطه في اوضاع يختلف معي فيها حسب الحصان ووضعه.